السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. أهلا بحضراتكم، ونستكمل تفسير بعض آيات سورة النساء. وبحول الله وطوله قد وصلنا في التفسير إلى الجزء الخامس في القرآن الكريم، وكنا قد توقفنا عند الآية رقم 91 من سورة النساء. اليوم إن شاء الله حناخد الآية رقم 92 والآية رقم 93. الآيتين النهاردة بيتكلموا عن جزاء القتل الخطأ وجزاء القتل العمد. تعالوا نشوف الآيات ونستمع إليها، ثم نقوم بالإيضاح وشرح بعض الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح وشرح، ونتكلم أيضا عن سبب نزول الآيتين، لأن كل آية في الاثنين الآيتين اللي معانا النهاردة لها سبب نزول. افتحوا المصاحف على الآية رقم 92 في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. دول آيتين في سورة النساء. ربنا بيتكلم في الآيتين دول عن إنه ممكن يحدث قتل خطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما ينفعش واحد يتعمد قتل واحد، ولأنه يعمل حاجة تودي بحياة الآخرين.
فربنا بيقول إنه المؤمن ما بيعملش كده أبدا. طيب خطأ يعني مخطئا في قتله بغير قصد، ممكن ده يحصل، ممكن ده واحد راكب عربيته طلقة كده يلاقي واحد قدامه ما يعرفش يلم نفسه، فجأة لا عرف يلم نفسه ولا عرف يتفاداه، والشخص ده اللي أخطأ، فإيه الحل هنا؟ ده قتل خطأ يعني، أي مخطئا بغير قصد للقتل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ بأن قصد رمي غيره كصيد، ممكن كان بيصطاد حاجة فلا يقصد أنه هو يقتل هذا الشخص فأصابه بما أدى إلى قتله. طيب إيه العقوبة بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنه فيه خطوات لازم القاتل يعملها في القتل الخطأ. إيه هي؟ أول حاجة خالص فتحرير رقبة، تحرير رقبة يعني عتق مملوك. الناس قديما قبل الإسلام كان عندهم الملك اليمين، ده عبد ملك يمين، فعلشان الإسلام يغلق الباب على الرق لأن الناس أحرار، فالإسلام جه ولقى فيه خطأ فبيصلحه، فيغلق الباب على هذا الأمر حتى لا يتسع، ما ينفعش. فمن إغلاق هذا الباب إنه يحرم إن ده يحصل، إن حد يعتدي على حد وياخده يبقى عبد عنده، وإنه اللي موجودين عبيد عند الآخرين فتح الباب نحررهم إزاي، كيف نحرر هؤلاء. فجعل للقتل الخطأ ده باب من الأبواب، فتحرير رقبة أي عتق مملوك، فتحرير رقبة مؤمنة أي عليه نفس مؤمنة، يعني عليه إن هو يحرر نفس مؤمنة. ودية مسلمة إلى أهله، دية القتل الخطأ 100 من الإبل، 100 جمل دي الدية. طب نحسبها ازاي؟ نشوف الجمل ثمنه كام ونضرب ثمن الجمل في 100 جمل، الناتج هو الدية. طب الدية دي ممكن تنزل شوية؟ قال لك حسب الاتفاق بينكم. ودية يبقى في حاجتين، في حاجتين، تحرير رقبة والدية، أي مؤدات إلى ورثة المقتول، أولياء الدم اللي هم الورثة، مال يدفع لأهل القتل، لأهل المقتول القتيل يعني، عوضا عن القتل اللي حصل في المقتول ده. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، أي يتصدقوا بأن يقولوا مش عايزين، متنازلين. ده بالنسبة لي القتل الخطأ. طب وإذا كان بقى المقتول ده فيه عهد وميثاق بيننا وبين القبيلة بتاعته أو البلد بتاعته أو العائلة بتاعته، يحصل إيه؟ قال لك فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد زي أهل الذمة مثلا أو عهد الأمان أو عهد الصلح أو ما شابه ذلك، يعمل الحاجات اللي فاتت برضه. طب اللي ما عندوش، فمن لم يجد، يعني غير قادر على انه يعتق رقبه او يجيب، لان هما الاثنين مش واحده في الاثنين، ده دية القتل الخطأ حاجتين مش بخيرك. لما تيجي تحلف يمين على حاجه وعايز تكفر اليمين او عايزه تكفري اليمين، بقول لك ايه؟ من حلف على يمين وراء غيرها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هيكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. إنما هنا في دية القتل الخطأ الدية حاجة واحدة، هم اللي هم الحاجتين ده حاجة واحدة، اللي هي إيه؟ تحرير رقبة مؤمنة والدية المسلمة، الاتنين لازم منهم،
مش تقول لي هات الواحد واروح اجيب واحد اشتري ملك واحد عبد واحرره مثلا، لا، او اعمل بتاع ده ادفع لهم الدية وخلاص، واحدة في الاثنين، ده لازم الاثنين، لازم ايه الاثنين. فمن لم يجد، اللي مش لاقي الرقبة وان مش قادر يجيب ثمنها ومش قادر يدفع الدية، فصيام شهرين متتابعين، هيصوم شهرين من الشهور القمرية وما يفطرش في وسطهم إلا لعذر شرعي. يعني عذر شرعي؟ كأنه يجي المرأة هتفطر في أيام الحيض، أو تخلل يوم العيد في قلب الصيام، فهنا في عذر شرعي، هيفطر فيه غصب عنه أو هتفطر غصب عنه بعد اليوم العيد ده نكمل، أو بعد انتهاء الحيض نكمل. ولم يذكر الله عز وجل الانتقال إلى الطعام كالظهار، وما فيش هنا يقول لك أو إطعام، مع إن سيدنا الشافعي خد بالرأي ده. ليه ربنا فرض الحاجات دي؟ قالوا توبة من الله، يعني ربنا قال توبة من الله، عشان ربنا يتوب على القاتل، توبة من الله، تطهيرا لأنفسكم مما وقعتم فيه، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما، عليما بخلقه، حكيما فيما دبره لهم، ده فيه المصلحة له. ده ملخص الآيتين. طب الآية الأولانية، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الآية دي سبب نزولها إيه؟ قالوا والله كان في واحد اسمه الحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي، احفظوا الاسم ده كويس، لأنه سبب نزول الآية أدب. ما هي الآية نزلت ليه؟ عشان تعلم، تقول في غلط حصل اهو ما يحصلش. الحارث بن يزيد ده هو من بني عامر، كان بيشترك مع مين؟ مع أبي جهل، في إن هما الاثنين يعذبوا واحد من المسلمين أيام مكة اسمه عياش بن ربيعة. عياش بن أبي ربيعة ده كان مسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل من أسلم، فكان أبو جهل يعذبه ويضربه، وكان يعذب مع أبو جهل، مع أبي جهل كان يعذب عياش ابن أبي ربيعة. كان في واحد تاني اسمه الحارث ابن يزيد، كان بيشترك في العذاب هو كمان، التعذيب يضرب هو كمان. وبعدين حصل إيه بقى؟ ثم خرج الحارث مهاجرا من مكة للمدينة، يعني معناها إيه؟ أسلم. حافظين الأسماء، حافظين إن الحارث بن يزيد كان بيعذب عياش بن أبي ربيعة، وبعدين عياش هاجر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، ففلت من العذاب اللي كانوا كفار قريش بيعملوا. أبو جهل فضل على جهله وظل على شركه ومات على ذلك، لكن الحارث ابن يزيد ده أسلم. فلما هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه عياش بالحرة. الحرة اسم مكان قبل المدينة، حتة كده محط اسمها الحرة. فعياش أول ما شافه قال له تعالى يا حارث تعالى لي، فعلاه بالسيف وقتله، مع انه جاي مهاجر، جاي مسلم. وعياش ابن ابي ربيعه ما كانش يعرف ان الحارث اسلم، فعلاه بالسيف وهو يحسب انه كافر. ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، قال له يا سيدنا النبي حصل مني واحد اثنين ثلاثه اربعه،
أنا عياش كنت بنضرب في الجاهلية وبتعذب، ثم جيت معاك مهاجر وكان بيضربني الحارس ابن يزيد ده، هو أنا شفته في الحرة وضربته بالسيف. فأنزل الله هذه الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ده اعتبر أنه هو قتل خطأ، لأنه هو كانش عارف أنه هو أسلم، وكان عياش بيرد الاعتداء السابق اللي حصل له في مكة من الحارس بن يزيد. وبهذا قضى الله في هذه المسألة إنه القتل ده كان خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فربنا حكم للاثنين بالإيمان، حكم للحارس وحكم لعياش إلا خطأ، ورتب بقى الترتيب اللي حصل بقى. ده الآية رقم 92. طب والآية رقم 93؟ طيب أنا معايا اتصال بس أخذ. طيب يا سيد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. تفضل يا أخي. يعني باجي أنام الأسبوع ده بالذات مش عارف أنام في البيت عندي، أنا من الفلاحين عامة، فباجي أنام معايا فبحس بهمس فيحي. الأول كنت بحس بتعبان شديد بيهاجمني في البيت، وبعد كده بحس بهمس حريمي من اليمين والشمال بخوفوني، وبنزل انا عايش لوحدي يعني. معايا حضرتك؟ معاك وسامعك كويس جدا. فبسيب البيت وبنزل، بدات بالصلاه يهدى، بس نفس الوسوسه ومش عارف اقعد في البيت، قاعد عند اختي فتعبان. هل ده سحر اجيب شيخي يشوف الدنيا فيها ايه، ولا عدم اهمال مني من الصلاه حقيقي وخايف اقعد في البيت؟ اشكرك. الآية رقم 93: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بيقولوا إنه فيه راجل من الأنصار، سبب نزول الآية هو واحد من الأنصار قتل أخو واحد اسمه مقياس ابن صبابة. يبقى واحد من الأنصار قتل أخو مقياس ابن صبابة. مقياس ابن صبابة أخوه اتقتل، فراحوا احتكموا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له واحد من تبعكم قتل أخونا. فالنبي حكم بالدية، ومقياس ابن صبابة قبل الدية. مقياس عمل ايه؟ خد الدية. فلما قبل الدية كده خلاص بقى يبقى المسألة انتهت. فلما قبل الدية قابل هذا الرجل بعد ذلك وقتله مع سبق الإصرار والترصد. فأنزل الله هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، يبقى مقياس ابن صبابة ربنا حكم عليه اهو، جزاؤه ايه؟ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. معايا على التليفون مين يا مريم؟ يا أخ إبراهيم، السلام عليكم. تفضل وبركاته يا شيخ. تفضل. ألو. تفضل يا أخي، أنا سامعك كويس جدا. أنا والله أول مرة أتصل بك على فكرة. أهلا بيك، شرفتني. عندنا في الصعيد يقول لك الزوجة ولها بيت، هل ده حرام أو حلال؟ الزوجة مالها؟ عندنا في الصعيد يقول لها يا بيت، هل حرام ولا حلال؟ بيقول لها إيه؟ أنا آسف والله ما أنا سامع. يا بيت يا بيت. يا بنت، نعم. حاضر. إيه تاني؟ يا بيت يا بيت، يقول لها يا بيت، لو بنت عليك يا بيت، فين البيت؟ جت البيت. ماشي. ها، ايه السؤال الثاني؟ شكرا. شكرا لك يا عم ابراهيم، اشكرك 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 اشكرك. اخونا سيد، اللهم اغفر لي ولك، اللهم اصلح حالي وحالك وحال اخواننا واخواتنا يا رب يا رب يا رب، قولوا امين. اولا يا عم سيد، هذه حالة نفسية، اعمل اللي هقول لك عليه، اعمل اللي هقول لك عليه.
أول حاجة خالص أنا عايزك تحافظ على صلاة الفجر. عايزك تحافظ على إيه؟ صلاة الفجر. نام بدري وقوم صلي الفجر لازم، لأنه أنت في أمان الله وفي ذمة الله لما تصلي الفجر. دي رقم واحد. رقم اثنين، لازم تقرأ سورة البقرة أو تستمع إليها، حل من اثنين. ولازم القراءة بتاعت سورة البقرة تكون في البيت. الأفضل القراءة، الأفضل إيه؟ إنك تقرأ سورة البقرة في البيت، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومعنى ينفر يعني يهرب، الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فأنت عليك بقراءة سورة البقرة في البيت حتى يخرج من البيت أمثال هذه الأشياء. رقم ثلاثة، في كتيب صغير اسمه حصن المسلم، في أذكار الصباح وأذكار المساء وفي كل الأذكار. اشتري هذا الكتاب، وعليك بأذكار الصباح وأذكار المساء، عليك بها باستمرار، ولا تفوت يوم واحد لا تقرأ فيه الأذكار. أخيرا، حافظ على صلاة الجماعة. اللهم اغفر لي ولك. يا أمة الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم يا أمة الله. أيوة أيوة حضرتك. نعم. أما دلوقتي ما حماتي بتعملني وحش جدا. حماتك مالها؟ بتعملني وحش. بتعاملك وحش؟ ليه؟ علشان معايا بنتين ومعيش ولد. علشان انت معكيش ولد؟ معايا بنتين. طب ما تصلي على النبي. اللهم بارك في السلام. ما تحط ايدك في جيبك طلعي لها ولد. وابنها معانا قال لها قال لها انا مش هعوز، انا خلاص انا حامد ربنا على البنتين ومش مخلف غيرهم تاني، خلاص كده انا مش جايب غيرهم، وانا حامد ربنا عليهم ومش عاوز غيرهم. فهي ما ده ما فيش تقتنع بالكلام ده. حاضر. هي عاوزه ولد. كاني افهم السؤال يعني. طيب، هل انت صحيا قادره على الحمل مره اخرى؟ لا، احنا ظروفنا اساسا ما تسمحش ان الخلفه. انا بسال سؤال عايز الاجابه عليه. تسمح؟ لا تسمح. لا تسمح عادي الحمد لله. طيب، هل ظروف زوجك الماديه تسمح بالانجاب وانه ينفق على مولود ثالث؟ لا. طيب. لا ما تسمح. طيب اسمعي نصيحتي. أشكرك يا أمة الله. السؤال الثاني، حكم قول الزوج لزوجته يا بت. أنا آسف إن أنا كررت اللفظ، يعني مش هقوله تاني، أنا آسف سامحوني. كان صلى الله عليه وسلم ينادي السيدة عائشة رضي الله عنها بأحب أسمائها، فكان يناديها يا عائش، ما كانش حتى يناديها باسمها كده، ده كان بيدلعها. لا يا عائش، حتى لما زعل وأصابه الزعل ما كانش يقول لها يا عائش ولا يا عائشة، كان يقول لها كيف تيكم، يتحاشى أن يقول اسمها، لكن ما يقول لهاش أي لفظ مش كويس. أي زوج بيسمعني، أي زوج بيسمعني ترضى أي حد يقول لك يا ولد؟ طب لو حد نادى عليك وقال لك يا ولد؟ ده مديري في الشغل لو قال لي يا ولد والله العظيم ما هو شايف وشي تاني، ويقابلني لو أنا اشتغلت معاه. طب دي بقى خدامة، طباخة، غسالة، مدرسة، ممرضة، أقول لها بس الله يسامحك يا أخي
هذا لا يجوز، وهذا ليس من أدب الإسلام أن ينادي الزوج على زوجته بهذه الألفاظ. يا أخي أنا هنادي عليها ليه؟ عشان عايزة تعمل حاجة، ما هي مش الخدامة اللي جت تشتغل عندي. أقول لك على حكم شرعي، يجب على الزوج أن يوفر لزوجته خادمة تقوم بخدمتها، أقسم بالله. مريم بتقول لي تاني تاني تاني، يجب شرعا على الزوج إذا كان قادرا أن يحضر خادمة تخدم زوجته، يجيب واحدة بالأجر كده ولا تفضلي أنت تاخدي الأجر ده وتخدمي وتنظفي وتكنسي. طب واللي الستات بيعملوه دول؟ ما أنا بقولك إحنا عندنا مفاهيم كتير خطأ. ممكن يكون غير قادر إن هو يجيب خادمة تخدم، لكن أنا هنادي عليها عشان تعمل لي حاجة، طب حتى ناديها باسمها، بلاش أدلعها يا راجل. طب وإذا حدث، حكم هذا الكلام يحرم حرام، ويعاقب الزوج اللي بينادي على زوجته بهذه الألفاظ وبهذه الكلمات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. أنا معي على التليفون، أنا آسف يا مريم. يا أم عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أختي. تفضلي. الله يكرمك. بعد إذن حضرتك، أنا لما ببدأ أصلي أنا عندي مشكلة في رجلي، يعني إيه حضرتك لازم أصلي وأنا قاعدة. ماشي. فلما بصلي حضرتك يعني أنا كذا مرة اتلخبطت، فببقى متضايقة جدا، بس بالغصب عني يعني أنا الدكاترة منعيني إن حضرتك أصلي وأنا راكعة، فحضرتك أنا بقعد أعيط، فببقى متضايقة جدا. الحمد لله ما عادش بتلخبط، بس لما بصلي وأقرأ قرآن بقعد أعيط. فهل حضرتك أنا دلوقتي مثلا يعني مقصرة مع ربنا ولا إيه؟ أنا مش عارفة بصراحة. أشكرك يا أم عبد الرحمن، اسمعيني يا أخي محمود. أخ محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام إليك يا شيخنا العظيم، الله يحفظك، سلمك الله من كل سوء، ربنا يبارك فيك. والنبي عايز أسأل في حاجة، صوم الزوجة بدون إذن الزوج في صيام النوافل يعني غير رمضان يعني. حاضر. السؤال الثاني، أنا متعود أصلي الفجر على طول، بس في أيام بصحى الساعة 7 الساعة 6:30، فبيكون راح مني الفجر، هل قضى ولا يعني ركعتين سنة الفجر وبعدين ركعتين الفجر، هل الوضوء للفجر يكون الصلاة؟ إيه الكلام اللي يقال، قضى ولا إيه؟ السؤال الثالث، وأنا بصلي افتكر انا جبت ركعتين ولا جبت ثلاثة، مانيش فاكر، وادور كمان ركعة واكمل الصلاة، ايه اللي المفروض يتم؟ حاضر. اشكرك اشكرك يا ام يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا بنتي كنت لسه والدة جديد يعني، وسلفتي ردعتها كم مرة؟ رضعتها مرة وانا لسه والدة عشان ما كانش اللبن لسه مزلي. وبعد كده حصلت لي ظروف بعدها برضو بفترة، باتت معاها ليلة ورضعتها. كم مرة في الليلة؟ مش عارفة، مش قادرة احكم قد ايه يعني، مش قادرة احكم كم مرة، بس هي ليلة بالكامل يعني. ليلة بالكامل؟ باتت معاها، كان عندي ظروف وباتت معاها. لحظة بس عليا يا ام يوسف، ليلة بالكامل؟ بنتك في الليلة بترضع منك كم مرة في الليلة الواحدة في الطبيعي؟ بترضع كتير بس هي الو اي سمعك، انا سايب لك المجال، السؤال بتاعك انت مش بتاعنا. في الليلة بترضع كتير يا شيخ، يا بس في الليلة بنتك بترضع منك كم مرة؟ مرة، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة؟ كم مرة؟ ممكن واكتر كمان. اشكرك. عندك سؤال تاني؟ معلش يا ام يوسف، كده السؤال واضح، ما انا خلاص كده انا اخدت السؤال منها. اشكرك يا ام يوسف. اجيب يا مريم ولا في اسئله؟
معايا على التليفون. ماشي يا ام يوسف كملي. طب انا اسف، ام يوسف تانية. يا ام يوسف تفضلي يا اختي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم الشيخ. تفضلي تفضلي، انت على الهواء. تفضلي يا شيخ. انا جوزي متوفى، عايزك تدعي له بالرحمه يعني. اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه. يعني توفى بمرض وحش رحمه الله وجعل ذلك في موازين حسناته يا رب. وبعد اذنك يعني عايز اسال على الثانويه لما تتعامل للمتوفي، هل ده في الدين وفي الشرع؟ اشكرك. عندك سؤال ثاني؟ الثانويه لما تتعامل للمتوفي كل سنه، خلاص فهمت. هل في سؤال ثاني؟ فهمت السؤال ده. ثانويه عندك سؤال ثاني؟ لا يا شيخ. شكرا. شكرا لك يا اختي، ربنا يرحم زوجك ويلحقنا به على خير. بالنسبة لسؤال أختي السائلة أمة الله، وهي تسأل عن أن المعاملة بينها وبين حماتها ساءت جدا بسبب أن أمة الله أنجبت بنتين. طب والله 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 المسؤول عن تحديد نوع الجنين الرجل مش الست. يا عالم ياهو، ابنك اللي مسؤول يا حاج. لو انت عايزه تلومي، مع انه ده بتاع ربنا، تلوم ابنك مش تلومي زوجه. ليه؟ زوجه ابنك ياما هي مجرد وعاء بنحط فيه حاجه، الحاجه دي بتكبر وتنزل. ارض بنزرع فيها، الارض دي بقى احنا حطينا فيها ثمره، بذره. البذره دي المسؤول عنها اللي جت منه، اللي هو الراجل، مش هي خالص. هي مجرد وعاء رحم بس بيتحط فيه النطفة، والنطفة دي تكبر بس وتيجي بعد كده يا ذكر يا أنثى. تعالي بقى للقرآن، ده رقم واحد. طب النهاردة نروح نسأله نقول له تحديد نوع الجنين مين المسؤول عنه؟ يقول لك الست ملهاش دعوة خالص خالص، هي هتحط ده في جيبها تطلع اللي عايزاه. اه والله ده حاجة، ده كارثة. تحط ايدك يا امة الله في جيبك، انت غلطانه يا امة الله. تحط ايدك في جيبك كده وطلعي لها كده ولد، ولا خدي اهو يلا، بس احنا بنجيبهم كده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ده بتاع ربنا، لا يسأل عما يفعل، مين يجيله أولاد وهل هم ذكور ولا إناث، ومين ما يجلوش، ومين يجيله أولاد ذكور بس، ومين يجيله بنات بس، ومين ما يجيلوش خالص. دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا احنا، ده تقدير الخلاق العليم. وقال الله في القرآن الكريم: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. محدش يجرؤ ان يقول ربنا انت جعلت فلان عنده اولاد ذكور واناث ليه، او جعلت فلانة عندها ذكور بس ليه، او جعلت فلان عنده اناث بس ليه، او جعلت فلانة وفلان ما عندهمش خالص ليه. محدش يقدر يقول ليه دي ابدا. فلنرضى بقضاء الله وقدره. رقم ثلاثة، ده قد يكون الولاد الذكور سبب لدخول ابوهم النار، والبنت سبب لدخول باباها ومامتها الجنه. فمن رزقه الله بشيء من البنات فاحسن اليهن وادبهن كن له حجابا من النار. بس امخاخ ناس مسكينه ويقول لك اصل الواد بيشيل اسم ابوه. طب ما هو الولد ده سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، سيدنا الخضر قتل الغلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. العطاء بتاع ربنا بنرضى به يا أمي. ما نقولش للزوجة
اصل انت يا مخلفه البنات يا شايله الهم لحد الممات. ده دي حكم وامثال رواها ابليس عليه لعنه الله، وروجها اولاد الابالسه واولاد الشياطين. سيدنا رسول الاسلام يقول اللي ربنا يديله بنت اتنين تلاته ويحسن اليهن ويربيهم ويأدبهم يخش بهم الجنه، وانتوا تقولوا يا مخلفه البنات يا شايله الهم لحد. من قال هذا؟ ما هذه العقول المقلوبه اللي ما تعرفش حاجه عن دين الله سبحانه وتعالى؟ لله الامر، لله الامر. تعاملي بلطف مع حماتك، وقال الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أخيرا، لو كانت صحتك حلوة وظروف زوجك تسمح فلا مانع إن إحنا نحاول مرة أخرى في الإنجاب، والطب تقدم وقد نلجأ إلى ما يسمى بتحديد نوع الجنين. العلماء يتكلموا في المسألة دي، منهم من قال حلال ومنهم من قال حرام ومنهم من قال نترك الأمر لله، لكن ما فيش نص بيحرم استعمال تحديد نوع الجنين طالما إن أنا عندي بنات ونفسي ربنا يعطيني ولد، فلا مانع من تحديد نوع الجنين بالذكورة، لأنه ده استخدام العلوم فيما شرعه الله. ده في وجهة نظري، وهذا والله أعلى وأعلم في المسألة دي. السؤال بتاع أم عبد الرحمن، يا أم عبد الرحمن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم المرض، وأن يبدلنا مكان المرض صحة وعافية. إحنا عشان متعودين على الصلاة وإحنا واقفين، فبنستمتع بكل حركة في الصلاة، بنستمتع بالوقوف بالركوع بالسجود بالجلوس، بنستمتع بالصلاة. والواحد لو ما استمتعش قلبه بالصلاة بالشكل ده كأنه ما صلاش، ولو فلت منه فريضة وهو كروت فيها بيزعل وبيلوم نفسه، وده من علامات الإيمان. طيب، أنا ساعات بتعرض لنوبات لا أستطيع الصلاة فيها واقفا، أنا شخصي أصلي وأنا جالس لا أشعر بطعم الصلاة، وربما أتوه في الصلاة لأني مش متعود إن أنا أصليها كلها وأنا جالس لأن غير قادر. فماذا أصنع عشان أخرج من الموضوع ده؟ بركز جدا 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 وأنا بصلي، وأتخيل وأنا بصلي وأنا واقف بعمل إيه، وأعيش بقى مع هذا الثبات ومع هذا التخيل العظيم جدا ومع التركيز العظيم وأنا أصلي. فإن أخطأت في شيء جبرته بسجود السهو واستغفرت الله عنه، والصلاة إن شاء الله صحيحة ومقبولة ولا شيء عليك. وحالتك النفسية دي ده اسمه إيه؟ بين قوسين كده يا أختي الله يغفر لي ولك، اسمه تلبيس إبليس، بيلبس عليك عشان يعمل إيه؟ عشان يوقفك بقى. طب بالمرة بقى مش انت بقى يبقى ربنا غضبان عليك، استغفر. من قال هذا؟ هذه وساوس، وساوس شيطانية لا تلتفتي لها أبدا، بل عليك بالصلاة ولا شيء عليك، وصلاتك صحيحة ومقبولة إن شاء الله. اللهم تقبل منا ومنكم يا رب. أخونا الحج محمود، حكم صيام الزوجة، صيام النافلة بغير إذن زوجها حرام شرعا ولا يجوز، والزوجة بتعمل كده عشان تهرب. طب لما يجي يقول لها طب سي السيد روح يتجوز، تقول له جانستك ولا جوزتك؟ طب قومي باللي عليكي اعملي المطلوب مني، حل عني بقى، هتقرفونا ليه؟ ما تتعبوناش. فيحرم على الزوجة أن تصوم صيام تطوع بغير إذن زوجها، إنما لو صيام فريضة لها أن تصوم بغير إذن الزوج. هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحل للمرأة أن تصوم صوم تطوع إلا إذا أذن لها زوجها، فإن لم يأذن لها فصيامها حرام عليها، لأن هي بتصوم عشان تهرب منه
وهذا لا يجوز. متعود تصلي الفجر فممكن تقوم في بعض الأيام الساعة 7، لازم تتوضى وتصلي سنة الفجر الأول وبعدين تصلي الفجر. بس احنا متعودين ان لو الفجر وقع وقمت بعد طلوع الشمس ما صليش السنة، هذا خطأ، هذا خطأ يا أخي. لابد سنة قبلية تصلى قبل الفجر، سواء كنت تصلي الفجر في وقته أو تصلي بعد طلوع الشمس، هو قضاء خلاص قضاء. بس ممكن تتعاقب وممكن لا تعاقب، نمت غصب عنك فخلاص رفع القلم عن النائم. طب واحد بيتعمد ان هو ما يصليش الفجر في وقته، حرام عليه لأنه بيتعمد يفعل هذا. في كلا الأمرين لازم تصلي السنة الأول وبعد السنة تصلي صلاة الفجر أو الصبح، واللهم تقبل يا رب. وأنا بصلي بشك أنا مصلي 2 ولا 3، هذا تلبيس، أنا ممكن أتعرض للموقف ده وإنت وأي حد وحضرتك وكل حد كل الناس. طب النبي قال لنا في الحتة دي إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ابني على اليقين، ابني على ما استيقنت، اللي هو إيه؟ اليقين عندي 2، اليقين عندي الأقل مش الأعلى، اليقين عندي الأقل، فأبني على الأقل ثم أتم الصلاة على إن أنا صليت 2 مش 3، وبعد السلام أسجد للسهو. فإن كنت صليت لو الصلاة 3 أو 4 صليت الصلاة مظبوطة أهلا وسهلا، كان فيها ركعة زيادة فهذا ترغيم للشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وسجود السهو يجبر هذا الخلل. وتقبل الله منا ومنكم. أم يوسف بتقول لي سلفتي رضعت بنتي يوم وخديتها بات عندها ليلة ورضعتها طول الليل، كده السؤال واضح رسميا، البنت دي أصبحت بنتها من الرضاع، وإخوات أولاد الست اللي رضعت بنتك إخوات بنتك يا ستي، ما ينفعش ولا واحد فيهم يتجوز بنتك ولا واحد فيهم. تقولي لي بس ده هو تتجوز الواد الكبير ابنها الكبير لأنه ما رضعش معاها ورضع قبليها. يا أختي يا أم يوسف، بنتك رضعت من الست اللي من سلفتك، فسلفتك مرضعة أولادها كلهم، ولاد سلفتك أصبحوا أخوات بنتك سواء اللي رضع معاها أو اللي قبلها أو اللي بعديها، بنتك بقت محرمة عليهم ولا واحد فيهم ينفع يتجوز. ليه؟ لأن تحريم الرضاع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال الله تعالى وأخواتكم من الرضاعة وهن من المحرمات، فلا يجوز لرجل رضعت هذه البنت من أمه أن يتزوجها، ينفعش لأنها أخته، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والكم رضعة بقى يحرموا؟ 3 رضعات مشبعات، فهي رضعت مرة وانت كنت بتعملي تحليل أو أشعة وباتت عندها ليلة فرضعت مرة و2 و3 و4 و5 وشبعت، خلاص أصبحت كده بقت أختهم من الرضاع، فلا يجوز لأحد من هؤلاء الشباب أن يتزوج بابنتك لأنها أصبحت أختا لهم. أم يوسف الأخرى تقول حكم السنوية، أولا رحم الله زوجك وجعل مكانه الجنة وألحقنا به على خير وعوضه خيرا عما أصابه من المرض، نحتسب أن هذا المرض جعله إن شاء الله من الشهداء، فاللهم ألحقنا بهم على خير واجمعنا بهم في جنان الخلد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها سنوية يا بنت الناس، ولا عزاء فوق 3 يا بنت الناس، لا عزاء فوق 3، لك 3 أيام بس، أنت 4 شهور و10 أيام، ما دون ذلك ما عندناش بقى حاجة تانية بقى، ولا سنوية ولا ربع سنوية ولا حولية، والكلام ده كله كلام ما أنزل الله به من سلطان. نعم يا مريم أعيدي علي مرة أخرى. طيب معانا سؤال من أم يوسف امرأة أخرى. يا أم يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي الحال يا شيخنا؟ مرحبا. اللهم صل على سيدنا محمد. بس أنا بسبح على طول
وعلشان خاطر السبحة ما بضيعش مني بحطها في رقبتي، هل يجوز ولا لا؟ اللي هو ايه بقى؟ انا بسبح على طول، بخاف على السبحة هنيتي لحسن تضيع مني عشان ضاعت كذا مرة، فراحوا قالوا لي خطيها في رقبتك عشان ما تضيعش منيكي، فحطيتها في رقبتي، هل يجوز ولا لا ان هي تتحط في الرقبة السبحة؟ حاضر. سؤال تاني؟ السؤال التاني اللهم صل على سيدنا محمد، انا دايما اقول بسم الله الرحمن الرحيم، يد النبي قبل يدي، هل الكلمه دي صح تجوز برضو ولا لا؟ تقولي ايه؟ يعني لما اكون مثلا بطبخ او بعمل اي حاجه اقول بسم الله الرحمن الرحيم، يد النبي قبل يدي تجوز ولا لا؟ حاضر. يد النبي قبل يدي. ماشي، اشكرك، شكرا. يا ام احمد اخر سؤال. يا ام احمد السلام عليكم. حضرتك انا والدي اتوفى 31/1 الشهر اللي فات ده. ماشي. بس هو حضرتك يعني هو كان نفسيا هو كان تعبان، يعني في ظروف يعني هو كان شاب مر بيها وكان يعني كان تعبان نفسيا وكده، يعني هو حضرتك الصلاه هو كان مؤثر فيها، فهو يعني هو راح في 2015 عمل عمره برضو، يعني ما كانش ملتزم قوي بالصلاه، بس هو كان كويس جدا معانا، بر بينا، حنين علينا احفاد واولاده وكلنا، فهو توفاه الله ويعني في يومين بس هو، فانا عايز اعرف يعني تاثيره في الصلاه ده يعني ايه، عايزين نطمن عليه، واحنا طبعا كاولاده احنا بندعي له وبنطلع صدقات وكده، فانا عايز اعرف من حضرتك تاثير الصلاه يعني احنا نعمل ايه كاولاده، وايه الصدقات اللي احنا نتصدق عليه بيها. وبرضه كنت عايز اسال حضرتك، انا مثلا لو عملت عمره او انا او غيري او حد غريب تتوهب لي او اعمل ايه، عايزين نطمن عليه. اشكرك. بالنسبه لسؤال ام يوسف، السؤال الاول حكم ان انا اضع السبحه في رقبتي، لا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك، واسال الله ان يتقبل منا ومنكم. يد النبي قبل يدي، هذه تقال على سبيل البركه وطلب البركة يعني، ولا أرى فيها بأسا ولا حرجا، وأسأل الله أن تكون أنفاس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معنا في كل وقت وحين وفي كل فعل نفعله إن شاء الله. أم أحمد، والدك توفي رحمه الله، موضوع الصلاة لا أستطيع مثلي أن يتكلم في هذا الأمر، لأنه ده بتاع ربنا مش بتاعنا، أنت عليك بالاستغفار له والدعاء له، رحمه الله رحمة واسعة وعفى الله عنا وعنه، وهو كان مريض فلعله مرضه يعني له شأن مع الله، فلا أستطيع أن أتكلم في هذا يا بنتي أبدا أبدا، ورحمة الله أوسع مما أنا وأنت تتخيلي. تستغفري له وتدعو له ونقرأ قرآن ونتصدق عنه، ويجوز أن نعتمر عنه، ويجوز أن نصوم عنه أيضا، ويجوز أن نفعل كل الصدقات نيابة عنه، وهذا له إن شاء الله. أنا بشكر حضراتكم، حلقة النهاردة انتهت، هشوفكم إن شاء الله في يوم الثلاث القادم في حلقاتنا القادمة. إحنا حلقاتنا بتبقى كل سبت وثلاث من 4:30 حتى 5:30. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.